يقول السائل: أي الكتب التي يبدأ بها طالب العلم المبتدئ في التفسير والفقه والعقيدة والسيرة؟ وجزاكم الله خيرا. طالب العلم لا يبتدي على نفسه، لا بد أن يبتدي على عالم من العلماء، لا بد أن يبتدئ مع عالم من العلماء، والعالم هو الذي يوجهه إلى الكتب التي يريد أن يعلمه إياها ويشرحها له. أما إن الراغب في العلم يشتري كتب ويطالعها أو يحفظها بدون مدرس وبدون معلم، فهذا لا يحصل به العلم، وقد يحصل به الضرر، قد يفهم أشياء على غير وجهها، قد يفهم الأمور على غير وجهها. وكثيرا ما حصل الخلل من هؤلاء المتعالمين الذين يدرسون على الكتب، يدرسون على أنفسهم ويحفظون ويظنون أن هذا هو التعلم. لا، تعلم على العلماء، على أهل العلم، تلقي التعلم، تلقي العلم يؤخذ بالتلقي لا يؤخذ من الكتب فقط. نعم.